السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحد المحبين بيسأل بيقول إيه هي الأعمال اللي ممكن أعملها تنجيني من النار؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني لا أدري الحديث عن النار وسط هذا الجو العجيب من الجليد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعيدنا وإياكم من النار والمشاهدين والمحبين وكل من يقول لا إله إلا الله. آمين. طبعا فيه وادي في والعياذ بالله من احد وديان النار، وادي زمهرير، يعني يوضع تقريبا والله اعلم فيه الجن، لان الجن من النار، فاذا دخل او يبدو نار لا يعلمها الا الله، نسال الله ان يعيدنا واياكم منها من مارج من نار، ولكن يبدو ان عذابهم في جهنم يكون في وادي زمهرير، هذا الوادي الذي من شدة برده يقع اللحم من فوق العظم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. لكن ولدنا والمحب يسأل إيه الأعمال اللي تنجيني من النار؟ أولا أول شيء ألا أكون ظالما، فالظلم أول مدخل من مداخل جهنم نعوذ بالله. نمرة اثنين ألا تصيب دما، يعني إياك أن تقدم على قتل إنسان أيا كان، يعني من أقدم على هذا الأمر فيجاء به يوم القيامة مكتوب على جبهتي آيس من رحمة الله إلا مسألة القتل. أيضا أنا أنبه بعض الأسر والأصهار والأزواج والزوجات ألا يقتل أحدهما الآخر قتلا معنويا، يعني الرجل يكون في بيت أبيه وأمه عنده همة وعنده همة عالية وخطط، تقتل الزوجة النكدية والعياذ بالله المؤذية فيه همته، أو أن نسلم الزوج بنتا صالحة كالحديقة الناضرة وكالبستان الناضر يحولها إلى ركام ويقتل فيها أنوثتها وحياءها ويبتزها عاطفيا للأسف الشديد من عقده الكثيرة، هذا نوع من القتل. الغيبة نوع من القتل ونوع من أبواب جهنم والعياذ بالله رب العالمين. أما أيضا الذي ينجيني من النار كثرة تلاوتي لكتاب الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، وأن يكون صاحبي كتاب الله عز وجل. أيضا أن آمل الخير للناس ولا أظن بالناس سوءا، وأن يكون قلبي نقي كالثلج الأبيض، هذا لا حقد لا غل لا حسد لا نميمة، يعني لا تعالي على خلق الله، لا رغبة في الانتقام من الناس، لا أبيت وفي قلبي غش على المسلمين أقول كلاما وأصنع كلاما آخر، كل هذه يعني تسد عني أبواب جهنم. أيضا الصدقة، الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقة السر. ويا سلام لو الإنسان فرج عن مؤمن كربة، وقف بجواره دعا له بظهر الغيب، كان معه في قربته، سبحان الله دعا له أن ربنا يعني يذهب عنه ما المرض أو غيره. أيضا اللي يطيل العمر ويبارك فيه ويبعد عن النار صلة الرحم، لأن تقطيع الأرحام هذا والعياذ بالله، يعني إن لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائد بك من العائد بك يا ربي من القطيع، فقطيعة الرحم هذه مصيبة يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أيضا الصدقات الجارية، أنا أرجو من كل المشاهدين أن لا أنتظر أن أموت لأصنع لي ولدي أو ابنتي صدقة جارية. طب ليه ما تعمل أنت في حياتك أفضل، اضمن، ازرع الآن بنفسك، أنت لا تضمن تغير الله، يختلف الأولاد والبنات على ميراثك وعلى بضع من متاع الدنيا وينسوك سبحان الله ويقول ترك لنا المشاكل وترك لنا مش عارف إيه، فهذا أمر آخر. الـ 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 الإنسان اللي عايز يخي نفسه من الـ يعني يسد أو تسد عنه أبواب جهنم وتفتح له أبواب الجنة إن شاء الله رب العالمين، الصبر، الصبر الإيجابي. الناس تظن أن الصبر ده مشروع سلبية، لا والله، الصبر الإيجابي يعني أخذ بالأسباب ولكن أصبر وأتصبر وأنتظر الفرج من الله، ليس معنى الصبر يعني
أن أستسلم للأمور، لا، الاستسلام يكون لله ليس للأسباب، ليس للمسائل الأرضية، أستسلم لأمر السماء، لكن أصنع في الأرض ما يوجب أن سبحان الله أطلع من أخرج من هذه الأزمة منتصرا. أيضا مما يوجب بفضل الله يعني أن توصد في وجه الإنسان أبواب النار الصلاة لوقتها، عندما ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يسارع الإنسان كما يقول العلماء إسراع النسر إلى فريسته. ليه؟ لأن الصلاة صلة بالله سبحانه وتعالى، ويناديك رب العباد يقول لبيك اللهم لبيك. إذن المسألة يعني التفاعل مع الله عز وجل. المسألة أيضا التي توصد أمامي أبواب جهنم وتفتح لي أبواب الجنة، أن أعدل بين أبنائي وبناتي، لا أفضل بنت على بنت أو بنت على ولد أو ولد على بنت أو ولد على ولد، لا، من الواجب يعني أتحب أن يكون لك في البر سواء، اللي هو النعمان بن بشير قال نعم يا رسول الله، يريد أن يعطي ولدا من أولاده بستانا، أكل أبنائك نحلت؟ قال لا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد عليه غيري، في رواية أنا لا أشهد على باطل. سبحان الله، يأتي الإنسان الظالم أو الغير عادل وشقه ماء يوم القيامة. أيضا من ضمن موجبات أن تغلق في وجه الناس أبواب جهنم وتفتح أبواب الجنة الحمدون لله على كل حال. يا سلام، لما تسأل واحد يقول لك الحمد لله يا رب العالمين، تخرج هكذا من قلب، مش كيف حالك يا فلان، نعمل ايه، عايشين يعني زي الحشرات، يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، مش حياة، لا، التاني قال فلنحيينه حياة طيبة، أما هذا فمعيشة زي أي هوام تعيش في الأرض. ولك هنعمل ايه، ولا بعد ما يشتكي نص ساعة يقول لك وادي احنا صابرين يا سيدنا الشيخ، طب انت صابر ازاي بعد ما اشتكيت؟ وتكون الشكوى لله رب العالمين. ايضا العمل على ارجاع المظالم لاهلها قبل ان ياتي يوم لا استطيع، فدي يعني بعض المفاتيح التي يستطيع الانسان ان يجعلها يعني خريطه الطريق لحياته، كي يوصد الله أبواب جهنم في وجهه ويفتح له أبواب الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة دون سويقة عذاب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.